السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. النهاردة السبت، أول أيام الأسبوع. قررت النهاردة إن أنا طبعا الحلقة دي متصورة يوم السبت وهتنزل حد أو أنتوا هتشوفوها يوم الأحد. النهاردة قررت يا جماعة إن أنا نمشي معاكم في التدريبات كمان مصلحة لكل الناس اللي بتتابعنا، إن هو يعلم كلبه، يعني إن توصل كلبك لمرحلة كويسة من الإعلام. وصلت معاكم ان انا خلاص يعني اي كلب هنبدأ نشتغل عليه، هنشوف من بداية المشكلة اللي عنده والاوامر اللي بتعلمها، زي سلم زي اقعد، الاوامر اللي هي السهلة جدا. هنبدأ نعرفك ازاي تمشي معاه بالامر، ازاي تقنع الكلب ينفذ لك الامر، ازاي توصل معاه المرحلة كويسة. هنبدأ بكلب دلوقتي هو رعد. رعد ده كلب كان مهايبر، قلنا قبل كده وصورناه ونزلناه فيديوهات، مهايبر بطريقة رهيبة جدا. رعد خد امر اقعد، خد امر سلم، وصلوا له كتذكره في دماغه ان لما بنيجي نكلمه بدا ان هو يفهم يعني ايه اقعد، يفهم يعني ايه سلم، الحاجات دي كلها. هنطلع رعد دلوقتي، وفي حاجه احنا بنعملها اسمها تكرار، تكرار للامر. يعني لما بنيجي نديله مثلا امر سلم هو مش عارف، يعني لا يعرف سلم ولا يعرف اقعد ولا يعرف الحاجات دي كلها ولا يعرف يعني انتباه. وقلت لكم قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان الانتباه لازم الاول نمشي بالكلب ونبقى مديله وشي، ما نبقاش ممشيه جنبي، نبقى مديله وشي لفتره معينه لحد الكلب ما يبدا. خلاص بنعمل عمليه تحجيم للكلب، ان انا ما بنخليش الكلب يروح مني شمال وما بنخلوش يروح مني يمين كتحجيم، سواء بقى باشاره، سواء بعقاب، سواء بكذا، سواء بكذا. المهم ان انت بتحجم الكلب وانت ماشي بيه، والليش بيكون ليش صغير، ما بيكونش ليش طويل، تمام، عشان ما يبقاش في مسافه بعيده بينك وبين الكلب. وكل الكلب ما يمشي معاك كويس كل ما تديله مكافاه، كل ما يبدا يمشي معاك منتبه لك ويبص لك كل ما تديله مكافاه، تمام. طبعا بناء عن كده هنبدأ معاكم من الصفر وهنبدأ معاكم واحدة واحدة. أول حاجة الكلب اللي احنا هنشتغل بيه بنكون مجوعينه النهاردة، ما أكلناهوش النهاردة أو امبارح، وبنبدأ إن احنا نشتغل بيه. المفروض إن احنا بعد ما بنشتغل وبنخلص بنديله الوجبة بتاعته وياكل طبيعي خالص، مفيش أي مشكلة. يلا بينا دلوقتي نخش نجيب رعد ونبدأ معاه من البداية. أول ما بنخرج الكلب بنربطه بره، يعمل حمام، يخرج الطاقة اللي عنده، الحاجات دي كلها. المفروض إن احنا عشان نخرج الطاقة يا جماعة إن احنا بنطلع الكلب في المزرعة. فاحنا عندنا عقبه اللي هي بنكون رابطين كلاب بتاعتنا او حاجه زي كده، فما ينفعش ان احنا نطلع الكلب عشان يخرج الطاقه بتاعته، هيبدا يروح هنا ويروح هنا ويشم في ده ويشم في ده. فاحنا بنحاول بقدر الامكان عشان نخرج الطاقه دي بنربط الكلب في الطواله ديت بليش طويل وبنسيبه ياخد حريته، يشرب، يعمل حمام، يعمل كذا يعمل كذا، لان احنا بنكون معودين الكلب في الحاله دي ان هو ما يعملش حمام في البوكس بتاعه. يلا بينا كده نجيب رعد ونبدا بيه في البدايه، علشان لو انت عندك كلب تبدا معانا من البدايه، واكيد ان احنا نزلنا لكم حلقات قبل كده. يا رب الحلقه دي تعجبكم، ولو الحلقه دي عجبتك امانه عليك اكتب لنا في كومنت علشان نتابع معاك ونكرر معاك بالحلقات دي ازاي توصل كلبك لمرحله الاوامر وانت اللي تدرب كلبك بنفسك من غير ما تحتاج لاي حد وبطريقه سهله جدا. يلا بينا يا جماعه. بس يا رعد، طبعا الكلب اللي هنبدا معاه تدريب ما ينفعش ان انا اول ما نروح نجيبه نهزر ونلعب معاه والكلام ده كله. شايفين الكلب بيشد شماله يمينه وعايز يخرج الطاقه اللي عنده، فدي حاجه ما تخوفكش من الكلب، تمام. بنبدأ نمشي. رعد، عيب عيب عيب. بنبدأ نمشي بالكلب واحدة واحدة، تمام. عيب. رعد، لا لا، اللي انا بنعمله ده عباره عن تحجيم للكلب، تمام، ان انا بنحجم حركته او بنشل حركته شويه، لان طبعا هو ده بيكون المطلوب مع الكلب المهايبر اهو، تمام. هنبدا ان انا نطلع الكلب كده وهنديله الحريه، لان اول ما نربطه كده هو متعود ان هيعمل حمام. طبعا احنا بيكون في جاروف وبيكون في حاجات زي كده. عيب بقى. طبعا شايفين الكلب يا جماعه مهايبر، عايز يطلع يتنطط ويلعب وحاجات زي كده، تمام. مش مشكله، ادي له مساحته ولو خمس دقائق ان انت بتربط فيها الكلب بالشكل ده، تمام، وبتسيبه ياخد حريته، تمام، علشان بالطريقه دي هيبدا الكلب طبعا دلوقتي يعمل حمام. عيب. اقعد، شاطر. بنسيب الكلب ولو دقايق معدوده يا جماعه، علشان لو الكلب محتاج يعمل حمام، محتاج يخرج الطاقه اللي عنده، حاجات زي كده. زي ما احنا شايفين الكلب مربوط بليش، الليش طويل جدا، واخد حريته زي ما انتم شايفين، في ميه، في حاجات زي كده، تمام.
هنبدا دلوقتي لما نقف قدامه شويه ومفيش ان هو يعمل حمام هنبدا ان احنا نشتغل معاه. طبعا هو منتظر مني المكافاه. اقعد. شاطر. سلم. شاطر. لا لا طبعا كلمه هايبره اللي هي بيبدا يعملها الكلب دلوقتي ان هي شمال ويمين ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فدي بتبدا تحجمها، دي بتكون عقبه عند الكلب بس بتبدا تحجمها، وده بناء ان بيبقى صاحب الكلب مش منتبه له في حياته، يعني مش متابع معاه، مش مكرر معاه الحاجات دي كلها. هنبدا دلوقتي ان انا نبدا نشتغل بالكلب، بنغير ليش لان الليش الطويل ما ينفعش معاك في التدريب، لازم تكون حاجه قصيره عشان تبدا ان انت تحجم الكلب وتتملك فيه. لو طولت الليش طبعا الكلب ده انا نتراهن معاكم ان انا لو خرجت بيه بره المزرعه هيمشي جنبي، مش هيمشي بعيد على اللي هو بيعمله ده، فمش هيمشي بعيد. واوف ليش كمان. هنبدا دلوقتي ان احنا اقعد. طبعا اول ما جه يا جماعه ما كانش عنده امر اقعد خالص، ما كانش عنده الحاجات دي كلها، عيب. لازم تبقى شخصيتك برضو مع الكلب، عيب. سلم. شاطر. لا اقعد اقعد. سلم. لا عيب عيب. سلم. شاطر. هنبدأ دلوقتي نركب ليش تاني. الكلب لو الطاقة اللي عنده ما خرجتش هيتعبك في التدريب في أول مرة، تمام؟ فلازم الطاقة اللي عنده تخرج. هنا ده ليش قصير علشان ما يكونش مدلدل معايا كتير وأنا ماشي بيه. هنبدأ دلوقتي رعد. عيب. رعد. برافو. شايفين؟ برافو. خد خد رعد رعد. يلا خد. شاطي 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 شاطر. يلا تعال. ها ها. شاطي شاطي شاطي. طبعا يا جماعه ده كان لما بنيجي نمشي بيه الاول تلاقي اللي بيلف حوالين رجلك رعد. يلا تعال. شاطي. اقعد اقعد اقعد. يلا. شاطي. اه برافو. اكيد اكيد كل الناس شافت في الفيديو دلوقتي دخلتي على الكلب كده، هي دي عباره عن فكره تحجيم، ان انت بتحجم الكلب عشان ينفذ معاك الامر. سلم. شاطي. هنا عايزين نعمل تجربه كده، الامر داون او امر تحت، تمام؟ اللي هو النزول تحت. يلا تحت تحت. لا اقعد. ما ينفعش الكلب يديك تحت لما يقوم يقف. تحت. يلا. شاطر شاطر. تحت. برافو برافو برافو. شاطر شاطر. تحت تحت تحت. ده بقى كده يا جماعه لسه ما خدش تحت خالص اهو. تحت. لا برافو. شاطر. لا تحت. اقعد اقعد. تحت 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 تحت. برافو برافو. شاطر. اهم حاجه ان انت ما تديش المكافاه. طبعا ده لسه في بدايه الامر، لسه ما يعرفش يعني ايه تحت. لا اقعد اقعد اقعد. طبعا ده كلب يا جماعه ما كانش يصلح للتدريب نهائيا، كلب مجنون جدا جدا، وده بسبب عدم اهتمام صحاب الكلب بيه. تحت تحت. اهم حاجه ان انا ما نديش المكافاه غير لما ينفذ النزول. تحت. ممكن تضغط عليه شويه. تحت تحت. برافو برافو. لا لا اقعد. يلا اقعد. اه شايفين؟ بصوا اقعد. شاطر. تحت تحت تحت. رع. شاطر. تحت. يلا تحت 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 تحت. لا تحت تحت تحت. شايفين يا جماعه؟ طبعا
تعمدت ان انا انزل لكم الحلقات دي عشان تعرفوا الكلاب بتيجي شكلها ايه، ولما يجي حد بيستلم كلبه يبقى كمان يعني تحت. يلا تحت، برافو تحت، لا تحت، شاطر، برافو برافو برافو، لا تحت، شاطر. تبدأ بقى ان انت تكافئ طول ما هو نازل كده عشان، لا تحت 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 تحت، شاطي. تبدأ ان انت تكافئ كده. خدنا بالنا في اول الامر عامل ازاي بيعاند معاك بطريقة رهيبة جدا، شاطي. لا لا لا، ما تخليش الكلب هو اللي ياخد منك المكافأة، خلي انت ايدك اللي هي عشان تاخد كمية نسبة تأخير في تحت، عشان لو انت نزلت ايدك والكلب مد بوزه خد منك المكافأة بسرعة بكده في النزول تحت ده هيقوم بسرعة. فبص تلاقي في ناس تقول لك ايه، الكلب عندي سريع يا كابتن، بينزل تحت بينزله تحت ويجي قايم تاني على طول ما بينكملش الامر، الحاجات دي. فانت خلي ايدك هي اللي تدي المكافأة، مش تخلي الكلب اللي يمد بوزه ياخد منك المكافأة. لا برافو، شفنا هنا ايدي من هنا اكيد واضحه يعني. لا عيب، شاطي، برافو. طبعا شفنا في اول امر تحت، لا اقعد اقعد تحت تحت تحت، مفيش مكافاه خالص مهما تعمل. اقعد، تعال اقعد اقعد تحت تحت تحت، شاطي شاطي، اهي 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 اهي، شاطي. لا تحت، شفنا هنا يا جماعه بقى اسرع شويه، اسرع شويه في النزول عن الاول. لا تحت تحت، شاطي، عيب عيب، برافو. كده بقى اسرع شويه في النزول عن الاول اهو، تمام. ده اول مره ان حد يقول له تحت، ما كانش يعرف يعني ايه تحت اساسا. لا لا اقعد، سلم، شاطي. لا سلم، شاطي، تحت تحت، اقعد اقعد تحت تحت، رأ تحت، يلا يلا تحت، شاطي شاطي، تحت تحت، برافو. لا شفنا كده يا جماعه بدأ بعد ما كان في اول الامر بيصوت وزعلان ومتضايق ومخنوق، وانا بنعمل ايه وبينزلني تحت ليه، بدأ دلوقتي ان هو مره على مره تكرارا هيتعود عليها، تمام. لا اقعد اقعد، شاطر، تحت تحت تحت، برافو، تحت تحت، شاطر شاطر، خد. تحت، اقعد اقعد، تحت تحت، يلا تحت تحت تحت. لما بتيجي تدي اول مره امر جديد للكلب فكده بيبدا ان هو يتلخبط عن الاوامر اللي خدها قبل كده، اللي هي سلم واللي هي اقعد، تمام. فلازم تبقى مصمم معاه، واوعى تدي مكافاه غير لما يديك الامر اللي انت خلاص قررت ان انت هتبدا تشتغل معاه عليه. تحت، لا مش عايز نسلم، تحت 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 تحت، شاطر، تحت، اقعد اقعد، تعال رأ، اقعد، شاطر، سلم، شاطر، تحت، شاطر.
شفنا كده يا جماعه بدا ان من غير ما نضغط عليه، من غير ما نتكع على ظهره، من غير كذا من غير كذا، ان هو ينفذ امر تحت. لا اقعد سلم، شاطر، تحت. خلاص هي وصلت له رساله ان مفيش اكل غير تحت. تحت اقعد اقعد، تحت 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 تحت، يلا تحت، يلا رأ. برافو شاطي شاطي. تاني، تعال اقعد اقعد، يلا تحت، شاطر. شفنا يا جماعه هنا بدا ان هو بينفذ بمحبه، يعني مفيش زعل من الكلب خالص. لا تحت 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 تحت، بس بس شاطر. طبعا هنا سرعته في المقوام، تحت اقعد، تعال اقعد، تحت، شاطر. ما تزعلش من الكلب اول يوم، تحت ثابت. ما تزعلش من الكلب اول يوم، اوعى تتعصب على الكلب. لا اقعد، تحت، شاطي. سريع بقى، شاطي كده. انا بنوصل له الاكل، الاكل طول ما انت فين كده، بنوصل له الاكل طول ما انت تحت. شايفين اهو؟ لا تحت. شوفوا هنا يا جماعه النزول بقى اسرع من الاول. لو لاحظنا في اول الفيديو احنا ما قطعناش، واسف ان انا هنطول لكم مده الفيديوهات، يعني مده الفيديو هتطول علشان توصل معايا النتيجه. اقعد اقعد سلم، خلاص الاوامر دي بقى اللي فاتت دي، اقعد وسلم، ما فيهاش اكل، ما فيهاش مكافاه نهائي، تمام. تحت كده عشان بنوصل بنربط للكلب اخر امر. لا لا لا، تحت تحت، بس كده بنربط للكلب اخر امر ان هو ايه، خلاص هو ده اللي بياكل فيه، هو ده الامر اللي بياكل فيه. ثابت، تعالى اقعد اقعد، برافو، سلم، شاطر. تحت، شفنا كده يا جماعه، ثابت، تحت، شاطر. شفنا كده يا جماعه، بدا الكلب خلاص لقى في الامر كده، اتعلق في الامر بقى، تمام. الامر ده حتنك تكرر عليه ولو 3 ايام، يعني بالكتير 3 ايام هتبص تلاقي الكلب معاك في النزول تحت بسرعه، وهيتن قاعد. بصوا كده اهو بدا ان هو ما يقومش. لا تحت، شاطر. بصوا يا جماعه بدا ان هو يغيب في قعدته تحت، واحنا طبعا تابعناه في اول الحلقه ما كانش لسه يعرف يعني ايه تحت خالص، وكان بيصوت او بيزعل لما حد بيضغط عليه. شاطي طبعا تكرار امر تحت ده بياخد فيه 3 ايام او 4 ايام لحد الكلب ما يفهمه بنسبه 100%. ما تستعجلش، لا 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 لا، خدنا بالنا كده، لا. شاطر، شاطر. خلي ايدك هي اللي تدي، مش هو اللي ياخد بوزه المكافأة. لا عيب، شاطر. تحت، خدنا بالنا كده اهو، كده بقى اسهل من الاول بكتير، تمام. لا اقعد، سلم، تحت تحت، شاطر. لا انا كده، لا محاولات ان هو ياخد المكافأة، لا محاولات ان هو ياخد المكافأة ما بننفذهاش، تمام. انا اللي ايدي ثابتة لحد انا اللي نديله عشان نثبت له ان اللي هو بيعمله صح. لا اقعد، تحت، خدنا بالنا كده، ثابت. لا تحت تحت
مفيش طول ما انت طبعا كده يا جماعه. لو طولنا في الامر بقى بالنسبه للطاعه المتقدمه والحاجات اللي زي كده، ان انت ممكن تزود بناء على الامر ده. اسحف كده مثلا، اسحف يلا اسحف، برافو اسحف، شاطي شاطي شاطي. ممكن تزود اسحف، ممكن تزود الحاجات دي كلها، والحاجات دي احنا ما بنضيفهاش في التدريبات لان ما بيكونش لها عمليه تقديريه يعني واضحه شويه. ثابت، تعالى اقعد، سلم سلم سلم، شاطي. لا اقعد، تعال اقعد، شاطر، سلم سلم، برافو. تحت، كل محاولاتك فاشلة ثابت، عيب عيب. تحت، عيب. بس شايفين نظرة عينه يا جماعة المكافأة؟ طبعا كل ده عشان الكلب ما فطرش الصبح او ما اكلش امبارح بالليل. هنبدا بعد ما نخلص تدريب دلوقتي ياكل وجبته عادي بقى، تمام؟ وده اي حد عنده كلب يبدا يمشي معاه بالنظام ده. ممكن الموضوع ياخد منك وقت شويه، ممكن الموضوع يطول شويه، ده بناء عن رغبه الكلب او تفكير الكلب، فلازم تستحمل ولازم ان انت يكون بالك طويل شويه. بكده الكلب هيتغير معاك، كده امر تحت اهوت بدا ان هو خلاص يعني لو لاحظنا ان هو بينفذه وهو مبسوط، يعني الكلب ما عندوش اي مشكله ولا عنده اي حاجه عنده علشان تتعب الكلب. اسف ان انا بنطول عليكم مده الحلقه، بس صدقني هتستفاد بالطريقه ديت، لان لما نجيب لك الموضوع كامل متكامل ده بيكون افيد لك انت. واتمنى ان انت لو استفدت من الحلقه دي اكتب لي في الكومنتات اللي تحت وصلت ازاي او استفدت ايه، وعرفني عشان نتابع معاك بحلقات افضل من كده. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا، واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.